كان لفودة احتكاك مباشر بتجربة الإخوان المسلمين في تونس، أوردها في مقاله لابد من تونس ولو طال السفر. سرد فيها زيارته للبلد العربي وما لمسه من تبني حركة النهضة هناك لأفكار متطرفة، وأتوقع الدور الذي سيلعبه في المستقبل قائد الحركة المقيم في باريس آنذاك راشد الغنوشي، مشبها إياه بالخميني. حتى جاء موعد المناظرة على التلفزيون التونسي بينه وبين القيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو، لينسحب مورو في اللحظات الأخيرة ويتغيب عن الحضور إلى الاستوديو، خشية التورط في مناظرة تكشف حقيقة التيار أمام التونسيين. أذكر سيادتك بأن أحد الشبان الصغار شاب تونسي، نعم، ربما ده تعاطف مع تلك الجماعات، واقف يقول يستنكر ويرفض فكرة الوطنية. نعم، نفس الممارسة اللي بيعملها الشباب في المنيا، هو لا يعترف بعلاقته الوطنية، لا يعترف بأخوه المسيحي أنه شقيق في الوطن، هو يرفض الوطن. وفهموه إن في حاجة اسمها الدولة الإسلامية والكيان الإسلامي، وصدقوا الرد عليه وبقرروا دلوقتي. بقى يا جماعة معقول نهين تاريخنا كله؟ نضلنا الوطن اللي ضلكم في تونس ضد الاستعمار الفرنسي يهان على أيدي الصبية؟ النهاردة ما يعترفوش بالوطن؟ طب والدماء التي سالت أنهارا ضد العدو وضد المستعمر دفاعا عن الوطن نعمل فيها إيه؟ والزعماء الذين نادوا بالجهاد دفاعا عن الوطن والتاريخ الوطني اللي بنتعلمه في المدارس نعمل فيه ده إيه؟